معنا باتصال هاتفي فارس الغناء العربي النجم عاصي الحلاني. مساء الخير استاذ عاصي. مساء الخير استاذ مساك ومساء كل المشاهدين والمستمعين. استاذ عاصي نحن اليوم يمكن وكل يوم رح نضل نسمع هالصوت الحلو وانت عم بتقول لكل العالم انك رح تجتاز كل المصاعب يلي بتنقال عن العراق وبتكون مع جمهورك بتاريخ 2/6 بالنادي اللبناني العائلي. اذا الله راضي على الحقيقة يعني انا بيسعدني وبيشرفني ان يكون لي حفل ب2/6 حسب ما حضرتك ذكرت وانا يعني بغاية الشوق لاني دوس هالارض وبوس ترابها لانه العراق من البلاد العربية اللي انا نحن نعتز فيها وبنفتخر فيها بتاريخها وبعراقتها وبشعبها المتربص بارضها اللي هو عنده ايمان بهالارض مثل ما هو مؤمن برب العالمين سبحانه وتعالى. البلاد اللي عانت الكتير وتخطت محن صعبة فنحن بنقوله نحن معكم الشعب اللبناني معكم وقلوبنا معكم دايما بكل المراحل وجايين لنقول انه العراق بتستمر ورح تبقى بلد الفرح وبلد الثقافة بلد الجمال بلد العطاء وان شاء الله رح نكون بليلة ليلة فرح لحتى ننسى الأيام الحزينة والأيام اللي كان فيها تعب وشقة وإن شاء الله نقدر قد ما فكينا يعني ندخل الفرحة والبسمة لقلوب الناس اللي هن رح يسهروا معنا ولقلوب الناس اللي هن كمان عانوا بهالمرحلة الصعبة اللي مرق فيها العراق. نعم استاذ عاصي بدي تخبرني ونحن بس شيء سريع كتير بعرفك كتير مشغول وعندك اسم الله كم من الحفلات بس انت بتعرف جمهورك هون ناطرك بشغف وبلهفة حتى يلاقيك يوم 2/6 شو رح بتقدم لجمهورك شو رح بتقدم لهم من اعمالك كلها يلي بلشت فيها من نهاية الثمانينات وصولها لل 2011 هالمسير الرائع المميزة. بطبيعة الحال رح نقدم معظم الأعمال اللي هي لقت صدى بالعراق وبالبلاد العربية يعني طبعا نعم و يعني أنا بطبعي تلقائي وعفوي على المسرح نعم بس بوعد كل اللي رح يحضرونا إنه رح يكون ليلة مميز إن شاء الله ورح يكون في أعمال خاصة يعني أو يعني شيء خاص بالسهرة بالعراق ببغداد وبتأمل يا رب انه يكون عند حسن ظنهم ما 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 بحب احكي عن حالي قبل ما اوصل يعني بس بتأمل انه يكون شيء حلو ونقدم له اشياء جديدة ويكون كل اللي رح نقدمه عند حسن ظن المشاهدين ان شاء الله. فاذا كلمة اخيرة بتحب توجهها استاذ عاصي لكل يلي ناطرينك يوم 2/6 شو حابب تقلون من خلال شاشة MCP موسيقى وراديو حياة اف ام. اول شيء بدي اشكركم على اتصالكم فيي وبدي اتمنى لكم الازدهار والتوفيق لكم وبدي اقول يا رب يعود الاستقرار والطمانينه لكل اهلنا بالعراق ولكل العراق بشكل عام لكل المناطق ولانه العراق بلد احنا بنعتز فيها وبنفتخر فيها بحضارتها وبشعبها ويمكن معظم الناس بتعرف انه انا من جذور عراقية واصل عراقي صح هاي الشغلة بعتز فيها الحقيقة وبنوعدكم ان شاء الله بليلة بما انه بنادي اللبناني ليلة لبنانية عراقية بامتياز وطبعا عمر رح تكون معنا اذا الله راضي يعني طبعا ان شاء الله بالسهرة ان شاء الله يا رب تلاقيها معكم على الخير دائما بتضلوا بصحة جيدة وشكرا مرة تانية على اتصالكم في حياتي كل عام. شكرا لك ابن بعلبك ابن الست عواميد العمود السابع والثامن والتاسع عاصي الحلاني ميرسي لك. ميرسي عمر حبيبي عمر كل